احنا هنا دلوقتي في اوضه مهمه جدا من اوض المتحف، اوضه التاريخ زي ما بنقول، اوضه بتحكي صور مهمه جدا في تاريخ الكوره، بدايه تاريخ الكوره في 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 البرازيل. صور كلها ابيض في اسود من القرن ال 19، بدايه تحرير العبيد من في البرازيل هنا، بدايه لعب او مشاركه اللعيبه السود في صناعه الكوره البرازيليه. فاعتقد ان دي من الاوض المهمه جدا هنا. في كتالوج معايا فيه اكتر من 500 صوره موجوده هنا في الاوضه دي، بتحكي التاريخ البرازيلي كله في صور. ف يعني حاجه كويسه وحاجه محترمه جدا. يعني الراجل ابو شنب ده اسمه تشارلز ميلر، ده ابو الكوره هنا في البرازيل، او هم بيسموه كده يعني، لان هو سافر وهو صغير انجلترا يدرس وتعلم هناك في المدرسه كره القدم، فرجع بشنطه فيها كورتين وكتالوج عن كره القدم ازاي بتتلعب، ودخل اللعبه هنا. هي اوريدي كانت موجوده قبليه، بس هو اللي ساهم في تاسيس الدوري البرازيلي ونادي ساو باولو اللي هو يعد اول نادي هنا في البرازيل. حصل مع ساو باولو على اول 3 دوري. طبعا هو كان صاحب الكوره فبيلعب اللي هو عايزه، لاعب مهاجم ولاعب مدافع ولاعب في نص الملعب، لحد ما جت في دماغه ان هو يقف جون. شال 9 اجوان فاستقال من مجلس الاداره وبطل كوره، والنادي انسحب من الدوري وطربقت على دماغه يعني.